ده اول جزئيه، الشيش سيبه يتبل شويه. عندي خلطه تانية عايز ابدا اشتغل بيها لسان العصفور. ايه الموضوع، ايه الحكايه؟ هقول لكم حالا انا قصدي ايه. يلا بينا نوسع نفسنا كده بس عشان نخش ايه. بالمره شايف الطماطم دي؟ الطماطم دي شايفها؟ هروح اعمل ايه؟ نفس القصه كده تحنا بالمره معاهم للكفته. بص شكرا، خدت بالك؟ يبقى الطماطم مشويه والامور تمام في الفرن. طيب نعمل ايه بقى؟ عايز اعمل خلطه جديده مختلفه شويه، تعصيجه لحمه مفرومه بالخلطه. ازاي؟ يلا بينا. شايف الخضار اللطيف ده كله؟ وشايف اللحمه المفرومه دي كلها؟ هنوسع نفسنا كده ونجيب عندنا كبه حلوه كده او في بروسيس يكون حلو زي ده كده. حلو الكلام؟ كلام جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الفيشه. تمام؟ بسم الله. تمام. نعمل كده. بص بقى يا باشا. ركز معايا عشان ايه؟ نركز سريع. هجيب عندي فصوص ثوم والفلفل الحار والبصل والفلفل الرومي وابدا انزل كله بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ ركز معايا. فلفل اتحط، البصل اتحط، الثوم اتحط، اللحمه المفرومه قبل ما احطها هعمل حركه حلوه مهمه جدا برضه. ايوه، فلفل اسود، تبل كل حاجه عشان نشتغل على طول. فلفل اسود، باتش الملح بتاعنا اللطيف، حبه بهارات حلوه مشكله، لو حبيت تاتش جوز الطيب ماشي، ما حبيتش برضه ماشي. خلينا نعمل حركه حلوه كده. بسم الله. تمام، خدت بالك؟ ما كملناش طبعا، الامور واضحه جدا. ده مفروم كامل، شايف المنظر عامل ازاي؟ واعمل كده. شكرا. شايف المنظر عامل ازاي؟ تمام، اقول لك زي الفل. دي لو عايز اعملها كفته انا جاهز، عايز اعملها برجر انا جاهز، عايز اعملها اي حاجه احنا تمام. بص منظر اللحمه، بص الفرمه عامله ازاي. طبعا ده يعتمد على قوه الجهاز وكواليتي السكين اللي فرمت بالسرعه المطلوبه. بص المنظر. طب وبعدين اقول لك تعالى بقى نقفل الكلام ده كله في سكه مختلفه شويه. متشكرين، الجهاز ده عمل الواجب وزياده، كتر خيرك. نرفع كده ونقول شكرا لحضراتكم، نورتونا. نوسع على نفسنا، نشيل اي حاجه بقى كده ولا كده، ونبدا نعمل ايه؟ نجيب عندنا حله سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف هنعمل ايه. طيب انا عايز اعصج الكلام ده كله بطريقه لطيفه جدا، فهجيب عندي الزبده اللي بيشيلوها مني في التلاجه. ايوه دي بيشيلوها عشان الاضاءه بتسيحها، انا اقول كل حاجه بصراحه. مكعبين زبده حلوين يسيحوا وهبدا هشتغل عليهم واحده واحده. طيب عندي جزرايه حلو، وعندي فلفل لو حبيت او بصل او اي كان، ولكن هشتغل بس بالجزر. يمكن ده انا ما رضيتش احطه جوه الخلطه عشان يبقى باين او مخرز مع لسان العصفور، وكلنا عارفين لسان العصفور بياخد جزرايه حلوه كده، بيبقى ليها نفس كويس قوي، نفس كويس قوي، هو ده المطلوب. انزل بيه البصل، الجزرايه دي كده تتشوح مع فص ثوم. بص البصل دي مع الزبده دي تست عالي جدا. حلو الكلام. وابدا اشوح حاجتي يتبالوا شويه، وبعد كده هبدا انزل عندي بالمفروم، وبقى كده انا تمام التمام واحده واحده. لسان العصفور انا محمر لسان العصفور بالزبده. يلا بينا نخش على الشيش. حاضر. طيب
ايه بقى؟ هنخش دلوقتي على الشوايه بتاعتنا، سخنه جدا، اهم حاجه تبقى سخنه. وهنا الزبده شغاله مع الجزر ومع فص الثوم. نبدا نعمل ايه بقى؟ مش عايز، خلاص مش هلبسك، شكرا. ليه كده بتاع الجمونتيات ولا ايه؟ هنزل بالمفروم هنا، يبدا هو كمان يخش بمرحله التعصيب مع الجزر. تمام؟ تمام. ايوه. شوف هنا التعصيب راح لفين؟ طب هتعمل ايه يا شيف بقى؟ انا كاعتبر خلاص خلصت. التعصيب ده خلصته. عايز ادلع الدنيا شويه. فهعمل ايه بقى؟ هجيب عندي ثانية واحدة. صنع عصفور. بس قبل ما اروح لصنع عصفور عندي بصلية محمرة هاخدها تديني نفس حلو في النص كده. مش بتشاف. كده. بنزل عندي بصنع عصفور. بسم الله. يبدأ يتشوح معاهم. بعد كده البوري دي هستعينها برضه هي. بص هنا كده. شوف الدلع. طيب تعالى بقى هنا كده عندي البولة دي وهوريك هنعمل ايه. خلطة حلوة ومرقة حلوة تشرب بيها لسان العصفور وتعمل صوص كمان في لسان العصفور. طيب هنجيب عندنا، ركز معايا، جربوا الطريقة دي، مكعب مرقة. هجيب عندي صوص البني اللي هو الديمي جلاس. هجيب عندي مغرفة حلوة كده فيها مية سخنة عشان ادوب كل الكلام ده كله مع بعض كده. بسم الله. واحد ما بشتهي. خمسة. حلو. اجيب عندي المضرب ادوب كل الكلام ده كله مع نفسه. مهم جدا ادوب الحاجات دي قوي. تمام. هتشرب بيه؟ بقول لك لا، اصبر شويه لسه. هنشرب بمرقه عادي وبعد كده على الوش نحط الايه؟ الكلام ده. بص بقى يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس كده. وروح مساوي اموري. شوف الكلام. خلي لسان العصفور بقى يبدا يتشرب مع المفروم المتعصج ويروق على نفسه كده شويه. وبعد كده بقى ايه؟ اول ما احس ان خلاص دخل في مرحله التشريب انزل بايه؟ بالصوص. يقوم بدي اللون اللي انا عايزه على الوش. ممكن اعمل كده وانا داخل الفرن كمان. بصلايه محمره عامله شغل عالي قوي ومش متشاف. الخلطه اللي عملناها في الفود بروسيسور او في الخلاط الكبير عملت دمج ما بين الخضار واللحمه المفرومه، فالموضوع مش باين ايه اللي جوه، بس في حاجات حلوه قوي جوه. سيب الكلام ده كله يتشرب مع نفسه خمسه كده ونرجع له تاني. طيب دي نوديها هناك عشان نوصل على نفسنا. انتوا عايزين مني في وسط صح؟ حاضر. طيب خليني اكمل الشيش وهطلع فاصل صغير جدا ومش هقفل حاجه غير لما ارجع من الفاصل. اوكي؟ يلا اتفضل. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص شربنا تمام التمام وفي الاواخر اهو. اجي احط بقى دلوقتي هنا، بص منظر حبه الصوص اللي عملناهم بقى. شوف المنظر كده. واروح مقلب تقلبتين منهم في بعضيهم كده. شايف الكلام؟ حلو؟ كلام جميل. واروح جايب عندي طاجن شياكه زي ده. بص كده اهو. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل بالطاجن كده كامل. تمام. واروح عامل ايه بقى؟ جايب بقيه الديمي جلاس او صوص اللحمه اللي احنا عملناه ده اللي هيفنش بقى. بص المنظر على الوش. قلت لكم احنا عايزين نعمل صنع عصفور مختلف، ما يبقاش عادي. طب هتفرق في الوش؟ اقول لك ده هيخليها مقرمشه دلوقتي كاننا يعني ايه. هنشوف الكلام ده كله زي الفل. طبعا ان شاء الله. سيبه يكمل بقى ايه. طب هو ليه غطا؟ هل بقى هينفع ندخل بالغطا ام ليه؟ ولا هو ده غطاه؟ بس انا ما اعتقد لا، هيبقى عالي قوي. خليني اجيب ورقه الومنيوم ولازم اكمره عشان يتبخر في قلب الفرن. برضه شغل معايا ان شاء الله 15 دقايق بالكتير يكون خلصان. واسيبه يكمل تسويته ويفلفل ويعيش حياته في قلب الايه؟ الفرن. ايه بقى؟ بص بقى لسان العصفور هفكركم بكل حاجه عملناها. بسم الله. فاكرين الصوص عامل ازاي؟ بص كده معايا. شوف 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 شوف. هبوظ عشان نشوف. بص المنظر ده الوش اللي عملناه، فاكرينه؟ طيب بص من تحت بقى كل حاجه عامله ازاي؟ ما شاء الله. فين اللحم المفرومه اللي عملناها في الخلطه؟ في الكبه، فاكرينها؟ فين هي؟ مفيش حاجه باينه. بص
ده بقى انا قصدي ايه؟ قصدي اولادنا وحبايبنا ربنا يحميهم ويحافظ عليهم كلهم، اللي ما بيسمعش كلامك في اي حاجه نقدر نوظف كل حاجه في اكلاتنا بالمشهد ده. احط فراخ، احط لحمه مع الخضار وافرمهم واحطهم في اي حاجه تمشي معايا، مع مكرونه، مع لسان عصفور، مع شعريه، مع اي حاجه، مع مكرونه بشاميل، اي حاجه ممكن اوظف حاجتي بس في اللطافه. ممكن نديها حاجه كده لطيفه خضراء ونطلع بيها على طول. خد بالك الطاجن سخن عشان كنت امسكه بايدي، يطلع على طول على طول في مكانه. طيب